مرحبا بكم من جديد. نستعرض إليكم لمحة موجزة عن أبرز المنح الدولية للشعب السوري منذ عام 2011 حتى اليوم. في عام 2013 احتضنت الكويت المؤتمر الدولي الأول للمنحين، وتعهد المنحون آنذاك بصرف 1.5 مليار دولار للاجئين السوريين. في العامين التاليين شهدت الكويت أيضا المؤتمرين الدوليين الثاني والثالث، حيث تعهد المنحون في مؤتمر عام 2014 ب2.4 مليار دولار و3 مليارات دولار في مؤتمر عام 2015. بالتوازي مع ما أقره مؤتمر المانحين الثالث في الكويت، وعد الاتحاد الأوروبي ب1.2 مليار يورو للسوريين، وهو مبلغ أكبر ب3 مرات تقريبا مما صرفه الاتحاد عام 2014. في شباط من عام 2016 تعهد مؤتمر المانحين في العاصمة البريطانية لندن بصرف أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة لاجئي سوريا. وفي آذار من العام ذاته تعهد الاتحاد الأوروبي بمنح تركيا 6 مليارات دولار إلى أنقرة لإنفاقها على السوريين، وذلك بموجب واتفاق وقف الهجرة الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي. في نيسان من العام الفائت من 2018 أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثاني عن صرف 4.4 مليار دولار للسوريين، بينما أقر مؤتمر بروكسل الأول عام 2017 صرف 6 مليارات دولار. أما مؤتمر بروكسل الثالث المقرر عقده في أواخر آذار المقبل، تتطلع الأمم المتحدة لجمع 5 مليارات دولار كاستجابة طارئة للاجئين والنازحين السوريين. أعود أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من باريس بالكاتب والمحلل السياسي وائل الخالدي، من باريس أيضا عبر سكايب بالصحفي محمد بارودي، ومن إسطنبول بالكاتب الصحفي أحمد زكريا. قاطعتك أستاذ وائل، مرحبا بكم جميعا بداية. قطعتك وائل قبل الفاصل فقط لضرورات انه نطلع بريك، تفضل اكمل ما بدأت. الفكرة ان الاخ احمد من اسطنبول صور لنا ان 202 مليار دولار وصلت من عبر الامم المتحدة، هي يعني من قطر، وهو لم يقل ذلك مباشرة واما المح لها، وهذا كلام غير صحيح نهائيا. انا حضرت اجتماع في عام 2013 في السفارة البريطانية في بيروت لمناقشة 460 مليون دولار او 500 مليون دولار سيتم تسليمها للنظام. الحقيقة الامم المتحدة بعد ذلك، بعد اجتماع اخر حصل في القاهرة ايضا، قامت بتسليم 500 مليون دولار للنظام، اي ان التبرعات الدولية ذهبت إلى جيوب الشبيحة وإلى جيوب الميليشيات الإيرانية. أصبح الهلال الأحمر يعطي كل شبيح أجنبي، أي أن كل شبيح من الميليشيات الشيعية يحصل على ما يعادل راتبه من المواد الغذائية، أي أن مصروفه يأتي صافي لجيبه ويأخذ الأكل والشرب من الهلال الأحمر. هذا طبعا لأنه نظام الأسد يا وائل فرض على الأمم المتحدة آلية العمل عن طريق مكتبه في دمشق، أو مكتبها في دمشق التابع له. ما أقوله تماما. أيضا الصليب الأحمر الدولي نفسه متورط أيضا، وهناك تحقيق الآن في فرنسا داخلي ما زال حتى الآن، لابد أن يكبر ويرفض بعض الأدلة أن الصليب الأحمر الدولي الذي أدخل بشار الأسد إلى الغوطة هو متورط أيضا بعمليات قتل ونهب، ومتورط بتسهيل عمليات الميليشيات الشيعية. أي ما أقوله أن التجميع الدولي والأموال الدولية تجمع وتدعي الأمم المتحدة أنها سلمتها، هي أيضا قد اعترفت بأن هناك فساد داخل المنظمات الأمم المتحدة، وأن هناك سرقات داخل منظمات الأمم المتحدة. ما أقوله أن اللاجئ في النهاية ضحية ضمن آلية ديناميكية دولية، يعني يتم ادعاء. نحن لا نكسر ولا نرفض هذه الأموال، بالعكس تماما، نحن نتمنى أن يصل هذا المال إلى اللاجئ ونسعى ونقاتل، وكما قلت حضرتك ننشر وننشر فيديوهات ونطلب. ولكن هل حقا أن دولة اعتمدت على دعم الميليشيات الشيعية في لبنان، الجمعيات الشيعية في لبنان التي ظهر لها فساد كبير في لبنان وفتحت بها قضية فساد، هي جمعيات مدعومة أيضا من قطر وتدعم هذه حتى الجمعيات التابعة لحزب الله الآن تدعمها قطر أيضا يا وائل، تدعمها قطر بالكامل تدعمها حتى الآن، حتى الآن جمعيات تابعة لحركة أمل وجمعيات تابعة لحزب الله تدعمها قطر مباشرة. الغريب في الكلام عن الداخل، للمرة الأولى تتحدث قطر عن دعم الداخل. قطر مؤخرا تحدثت عن تعاون اقتصادي مع النظام، أي أننا سنرى جزء من هذا المبلغ سيجب إلى جمعيات تحت شعار دعم الداخل السوري، دع
دعم دمشق، دعم الساحل السوري، دعم اللاذقية. سنرى بعض هذه المجموعات أيضا، يعني نصف المبلغ على الأقل سيذهب باتجاه الجولاني وباتجاه بشار الأسد، وما تبقى سيذهب بجيوب جمعيات الإخوان، وخمسة وأربعة من المئة سيصل إلى جمعيات أو النشطاء. يعني أحيي النشطاء الذين فعلا يعني طب الجولاني، الجولاني اليوم النشطاء الجمعيات الصغيرة هم من يفعلون ذلك. الجولاني، الجولاني اليوم موجود أين؟ موجود في إدلب، جبهة النصرة هيئة تحرير الشام موجودة في إدلب. نعم، تقصد عن طريق تركيا ستدخل تلك الأموال أو جزء منها لدعم جبهة النصرة؟ كانت وما زالت الجمعيات الخيرية الموجودة الآن في 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 إدلب التابعة لجمعيات خيرية تركية موجودة في غازعنتاب وفي إسطنبول، هي جمعيات يقام لها مؤتمرات سنوية في إسطنبول وهذا أمر مكشوف، وتأخذ هذه الأموال وتصرح على أنها رسميا أمام الحكومة التركية هي تصرح على أنها نفذت مشاريع حقيقية، ولكن هذه المشاريع أغلبها وهمية وأغلبها يذهب في جيوب النصرة وتباع. رأينا كيف بيعت المواد وكيف صرفت المواد على على الجمعيات وعلى الرواتب، هناك رواتب يعني مثل طريقة تبييض الأموال تماما تحرير الشام كما 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 تماما بنفس الاسلوب ونفس الطريقه، وهذا الاسلوب الدولي اصبح متعارف ومعروف، يعني اصبح طريق يعني نشهده كل يوم. نحن لا نحاول ان نقول ان والله لا يدعم، هناك احد لا يدعم، هناك من يدعم، هناك من يسعى، وهناك من يستمر بالسعي، وهناك من يحاول، ولكن في الحقيقه يعني اخونا احمد اسطنبول لو كان هناك دعم يصل بالفعل كما يجب ان يصل، هل راينا هذه الازمه في الخيام؟ هل راينا هذه الانهار تجتاح المخيمات بهذا الشكل؟ هل راينا ذلك الانتعاش الاقتصادي في 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 جهه الشبيحه؟ ولاين تلك المواد الغذائيه التي تباع في اسواق في دمشق وحلب؟ جميل. طيب سأعطي وقت أيضا من جديد للأستاذ أحمد زكريا الكاتب الصحفي من إسطنبول، مشان ما يفكرون عم يكتبوا على السوشيال ميديا أنه قطعنا عليك الصوت. أحمد تفضل، بكل تأكيد لك كل الحرية بالحديث والتعبير عن رأيك ووجهة نظرك. طب خليني أسألك، خليني صحيح. أسألك هون اليوم عم نتحدث عن مساعدات يا أحمد. أحمد فقط نقطة، خليني أسألك وخذ راحتك بالكلام. لا. اليوم عم نتحدث عن مساعدات. طيب. سابقا كانت قطر، بما أنه هذا موضوع الحلقة يعني فقط أنا كي لا يتشتت النقاش، سابقا قطر كانت تدعم جماعات مسلحة وفصائل تابعة للثورة السورية علنا وكانت تعترف بذلك. اليوم هل انتهى هذا الدعم عن تلك الفصائل أو فصائل أو أذرعها موجودة هنا وهناك في مناطق محررة في سوريا؟ لا أقصد جبهة النصرة تحديدا. لا، دعني اتطرق يعني انا في حديثي وخاصه انا اركز، بس شو رايك جاوبني على السؤال وبعدين بعدين كمل اذا عندك نقاط ترد عليها. تماما يعني منذ بدايه الثوره، دعني اشير فقط الى انه قطر يعني وانا احاول ان اتحدث دائما بكل موضوعيه وبكل شفافيه، منذ بدايه الثوره السوريه وقطر يعني جاده يعني في العمل على دعم ملف القضيه السوريه على مسارين. المسار الأول هو مسار سياسي، دعم العملية السياسية ومحاولة إيجاد أي حل جذري لهذا الأمر، والمسار الآخر هو المسار الإنساني الذي نراه الآن من خلال موضوع المساعدات. وكما أشرت في البداية وتحدث يعني ضيفك من باريس بأنه أنا أسوق، أنا لا أسوق، أنا أنقل بناء على مصادر طبعا. ولا أهلل ولا إنسانيا وسياسيا عسكريا، لكن تمام تماما. كمان هناك كان يعني يوجد دعم، ولكن نستطيع نقول فصائل المعارضه وليس كما تشير بانه فصائل مسلحه. انا سالتك عن فصائل المعارضه، كان في دعم هذا من كل الدعم مستمر ومن كل الجهات مستمر تمام. هذا الدعم لا نستطيع القول الآن بأن هذا الدعم مستمر على أرض الواقع في ظل المجاذبات السياسية، التجاذبات السياسية وأيضا ما يجري على أرض الواقع والتحكم سيطرة القوى الدولية الكبرى على ملف القضية السورية اليوم. يعني بات هو بين عدة أطراف ومعروفة من هي هذه القوى الدولية على الأرض، ولم يعد هناك دور إن كان لفصائل المعارضة أو حتى للمعارضة وحتى لطرف النظام. يعني الآن هو الصراع وما يجري الآن هو بين الدول الكبرى والقوى الكبرى، لكن نعود للمحور الرئيسي يعني من أجل أن يكون يعني الإجابات موجهة فيما يخص الجانب الإنساني. وكما أشرت لك في بداية الحلقة أن الدعم أو ما يهمنا الآن هو النازح في المخيمات واللاجئ في دول الجوار، وكما أشرت لك اليوم أنه هذا الأمر، وأنت قاطعتني في المحور الأول وقلت لي بأنه أنا أعتبر أو عندما فصل الخط بأنه هذا الأمر هو صحوة ضمير، لا هو دعنا نقول بأنه استجابة طارئة جاءت اليوم في ظل الأصوات التي تتعالى من مخيمات عرسال ومن غيرها من المخيمات. جميل جميل. طيب خليني انتقل ايضا الى محمد بارودي لناخذ كمان رايه. يعني لا. لماذا ربما يقول البعض ان هذا انكار للجميل، قطر في ذهن البعض منذ البدايه دعمت الثوره السوريه والشعب السوري سياسيا وعسكريا وانسانيا، لم تقصر،
وهذا ما حصل مؤخرا من تبرعات أو حملة تبرعات بخمسين مليون دولار من قطر هو استجابة لما ربما تطالب به أنت وأنا وكل من يحتاج إلى مساعدة من اللاجئين. ما ردك محمد؟ ما لنا أثرت، ومو الشعب السوري اللي بينكر الجميل يعني. فعليا قطر هي أكثر دولة أخذت بونس علينا يعني، يعني فاتت على المؤسسات، فاتت على الائتلاف، فاتت على الحكومات، فاتت على كل شيء. اللي أنت ثلاث مؤسسات قطر ما حطت فيها زلمة يعني، مين ما حط. فبالتالي أنا بدي أحكي بموضوع شو يعني فاتت بس المشاهد يفهم. نحن مخترقين يعني. اليوم أنت كان عندك ائتلاف، في عندك أعضاء على التليفون مع الدوحة مباشر وبالاجتماع. كان موجود عندك جيش حر، فصائل منه تابعة بعمليات اغتيال يعني. ما بدنا نرجع نحكي بأسماء معينة، معك ضيف من اسطنبول يعني، ما بدنا كثير نحكي بالموضوع. فبالتالي كان في كثير بالأمور، ما بعرف، النايم فيك تفيقه، بس اللي عامل حاله نايم ما فيك تفيقه. هاي المشكلة اللي صفيانة معنا يعني. ليش اليوم لما عم نحكي نحن انه عم نهين قطر؟ لا، نحن ما عم نهينا. هل هو محرم انه نحكي عليها وعلى غيرها؟ لا. بس الفكرة اللي نحن بدنا نوصلها، نحن غيرنا كريم الجميل. إذا كانت هذه المساعدات ستصل فعليا، لها طرق كثير جميلة وسهلة وبعيدة عن الإعلام ومشروعة. نحن عم نشوف اليوم هو موضوع شق صف ليس أكثر يعني. اليوم لما بقول لك في شلة صحفيين خمسة أشخاص، ثلاثة منهم صاروا بيحكوا مع بعض نتيجة قطر وما فعلت فيهم هدول الخمسة أشخاص، ما بالك بشعب كامل؟ ما بالك عندما يكون هناك تآمر مع مخابرات بعض الدول بأنه جماعتنا وبس بفوتوا على الإغاثة، بفوتوا على التدريب، بفوتوا على المجتمع المدني. المجتمع المدني كلمة خطيرة جدا. أنت اليوم عم تيجي تجيب لي منظمات أنا ما عم بعرف فيها شو توجهها، هالراديكالي، هالمتعصب، هالناس اللي جاية ما حدا بيعرف منين، عم تفوتها على المجتمع السوري وتحطها وتقول هي اللي بدها تعمل مدارس وهي بدها تعمل مشافي. واي تجربه، يعطيني ثلاث تجارب صارت صح بسوريا يعني، الا كان في وراها مصايب اخرى، كان في وراها جمع معلوماتي مخابراتي، او يمكن توجه راديكالي اخطر بكثير مثل اللي شفنا وصلنا ببعض. طيب يا محمد ربما يقول لك البعض، لماذا تعتبر ان ما تقوم به قطر اليوم في ما يخص سوريا هو تشويه للثورة أو عملية لقتل أو شراء أو تشويه الذمم السورية، وليست هي مجرد صحوة؟ يعني قطر شعرت بأنها أخطأت في مرحلة ما، وهي الآن تقوم بإصلاح ما أخطأت به. لا، ما عم تصلح الضمير يعني. أنا برجع بقول لك، اللي حابب يسمع لما بتقلي 50 مليون دولار للناس البردانة وانت بتلف من ورا لورا وبتروح تعمل اليوم اتفاقات رح نشوفها بعد 5-6 سنين لإعادة إعمار سوريا، عم توقعها مع النظام وعم تقرب له بالود وتصالحه بقنوات تلفزيونية، عم تقول له نحن زعلناك بالجزيرة، اليوم حنراضيك بتلفزيون ثاني. هذا ما اسمه أنك أنت عم تصلح غلطك. أنت أبدت النص الأول، بقي النص الثاني بدك تأبيده. يعني قطر تتعامل معنا دائما مثل هذا المسؤول. هذا إعلاميا يمكن إسقاط الموضوع على كافة الأصعدة، إنسانيا وأيضا سياسيا وعسكريا يعني. حتى بماء الشرب فيني أسقط لك نفس الفكرة. لمن يحب أن يسمع يعني، اللي حابب يسمع، مو اللي حابب بس يجادل ويقول أنت لا، أنت عم تتهجم، أنت عم تتبلى. لا لا لا، نحن عم نحكي بكل واقعية. قطر تجربتها ليست الأولى في سوريا، شاهد لي كل التجارب الموجودة يعني. تقصد يعني في باقي الدول؟ طيب، يعني رشة ورد مثلا في ليبيا، شو كان دورها في اليمن، شو كان دورها في بعض الدول الأخرى. فبالتالي لمن يحب أن يسمع، صومال، نيجيريا ربما. طيب، الأمثلة كثيرة والوقت انتهى يا محمد. أشكرك جزيل الشكر. محمد بارودي الصحفي كان معنا مباشرة عبر سكايب من باريس. كل الشكر للأستاذ أحمد زكريا الكاتب الصحفي كان معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول. شكرا للأستاذ وائل الخالدي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا أيضا من العاصمة الفرنسية باريس. شكرا لمشاركتكم جميعا. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم الأسبوع المقبل الأحد بإذن الله في حلقة جديدة وملفات جديدة. إلى اللقاء.